فصلين اصعب فصلين في الكوره هو وش كده فصلين عايزين فهم ودي المشكله اخر مره فهمنا كان في الثانويه العامه ايام الفيزياء ومع تطور الحال بيبدا يحصل برين اتروفي والله غصب عننا ده غصب عننا كلنا انا اول واحد انا ليه انت عشان تتفوق في الكليه لازم تلغي ملكه الفهم وتشغلي كراكه الحفظ هتعمل ايه فاحنا هنحاول هنفهم كويس جدا في الحصه بس اضمن ليك يا شملول ان شاء الله انه كمان شهر بعد ما الفصلين دول يخلصوا باذن الله هتيجي تقول لي عيدهم لي تاني طب انت كنت فاهم ايوه كنت فاهم امال ايه اصلا ما لحقتش اذاكر وهتفتكر ان الفهم يخليك تحل حاجه طب بليز خليكم معايا شويه بليز خلال الفصلين دول نروح نقرا يا عم ما تذاكرش وقدرا ان جاي ظروفهم في اجواء قامضه داخلين على امتحانات الراوند والحاجات اللذيذه دلوقتي احنا خلصنا التشريح خالص من دينا من التشريح يعني احنا خدنا الريتنا والاوبتيك نيرف وما بعد الاوبتيك نيرف كمان فاحنا عندنا فصلين فصل ايه اسمه ايرور اوف ريفراكشن وفصل اسمه سكوين فصل اسمه ايرور اوف ريفراكشن وفصل اسمه سكوين احب اقول لكم برضه بعد اذنكم لو انتوا عايزين مصلحتكم بس ان الفصلين دول اي كلمه هتزيد مني او هتقل مني هتخبطك فانا مش هبقى عايز اقول بطل يا واد وبطل يا بنت حضرتك تقعد ساكت ومركز عشان انا ابقى مركز في اللي بقوله ما تزيدش كلمه ولا تقل كلمه عشان ما تخبطكش لا هتزيد هتلخبطك ولا هتقل هتلخبطك برضه خلاص كده يا سيدي فانا دلوقتي بتكلم في فصل اسمه ايرور اوف ريفراكشن ملوش دعوه بالاناتومي خالص ده بيتكلم عن العين ككاميرا كاورجان قادر على تركيز الاشعه على الريتنا وعلى مركز الابصار وعلشان نبدا نفهم الكلام ده هو عندنا صفحتين يعتبروا مقدمه للفهم كاتب انا في المذكره مقدمه للفهم الجاي اضمن لك ان شاء الله بنسبه 100% ان مستحيل يجي منهم حاجه في الامتحان مستحيل بس دي حاجات للفهم لو ما فهمناهاش مش هنفهم اللي جاي اول حاجه في المقدمه دي عن العدسات يا ترى ايه انواع العدسات في عدسات جايه من كوره سفيريكال مقطوعه من كوره وعدسات مقطوعه من سلندر من اسطوانه شيء مقطوع من كوره وشيء مقطوع من اسطوانه سفيريكال وسلندر اللي مقطوع من كوره حتتين يا كونفكس يا كونكيف جميل جدا لو انت فاكر والذكريات قليمه اللي انت شايلها الكونفكس دي كانوا يقولوا عليها عدسه محدبه عدسه مجمعه للضوء عدسه لامه عدسه لامه بتلم الضوء لما الاشعه تخش العدسه الكونفكس لما العدسه تخشها الاشعه المتوازيه روحي اقعدي جنبها هتلاقيها طول الوقت بصالك مش عارف ليه يلا اتفضلي لفي اقعدي جنبها لف يا فندم من ورا خالص ولفي لها من هنا ايوه بالظبط عدسه مجمعه او لام الضوء الصديقين الحميمين عدسه يا ابو عامر مجمعه العدسه المجمعه دي الاشعه المتوازيه احمد رجب احمد فضل احمد عامر زكريا شاملول بقعدوا ساكتين كاني ما قلتش حاجه من شويه كان عمال اقول عايز اركز عشان اعرف اقول الاشعه المتوازيه يا استاذ بتتجمع في فوكس نقطه بالعربي البقره بالعربي ايه البقره يبقى دي عدسه مجمعه عشان كده بما ان هي قويه يا بيتر كده وصحتها حلوه يرمز لها بالرمز زائد يرمز لها بالرمز ايه زائد جميل انما العدسات الكونكيف المقعره المشتته للاشعه المفرقه للاشعه تقوم الاشعه تخشها تتشتت كده والاشعه تخشها فتتشتت هي هتتجمع بس هتتجمع في نقطه ايه تقديريه imaginary point behind the lens يعني في عدسه بتجمع اسمها كونفكس وعدسه بتشتت اسمها نرمز للكونكيف بالرمز ماينس خلص الكلام خلاص هو ده اللي انا عايز اعرفه في كونفكس دي قويه بالبلس وفي كونكيف دي ضعيفه بالماينس طيب نرجع تاني لعدسات الكونفكس لو انا قلت لك ان العدسه دي جمعت الاشعه عند الفوكس دي يبقى اذا في مسافه ما بين العدسه والفوكس اسمها فوكال ديستنس اسمها فوكال ايه
اللي هي بالعربي البعد الايه البعد. ولو قلت لك ان عدسه ثانيه جمعت الاشعه يمينه بعيد ابعد بعيد قوي برضو ده اسمه فوكال ايه ديست. مين الاقوى هذا هوان؟ اللي جمعت قريب ولا اللي جمعت بعيد؟ اكيد اللي جمعت قريب. في قانون يا دكتوره هناس اكتبيه بالعربي او بالانجليزي اكتبيه جنب الحته دي ان قوه العدسه اكتبه يا كابتن قوه العدسه تساوي 100 على البعد البؤري بالسنتي. ده قانون سعادتك او بتساوي 1 على البعد البؤري بالمتر. انا ان شاء الله هحتاج الكلام ده بعد 4 حصص وان شاء الله مش هتبقوا فاكرينه فعشان كده انا قررت ان انتوا تكتبوه فاكتبوه. قوه اي عدسه هي عباره عن 100 على البعد البؤري بالسنتيمتر او 1 على البعد البؤري بالمتر. هو قوه العدسه بتتقاس بوحده اسمها ايه يا كريم؟ دايوبتر. الله يفتح عليك. يبقى لما اقول لك عدسه قوتها 1 دايوبتر يبقى البعد البؤري بتاعها قد ايه؟ اهو رجعنا فيزياء تاني اهو اهو اقول تاني كده هي قوتها 1 دايوبتر. يبقى اذا البعد البؤري بتاعها بالسنتي 100 سنتي او بالمتر كام؟ 1 متر. يبقى اذا ما تعريف الدايوبتر؟ دايوبتر 1 يعني دايوبتر 1 ده هو باور لينس whose focal distance is 1 meter او بطريقه اخرى 1 دايوبتر هو ان parallel rays تخش لينس come to a focus in a distance of 1 meter. خلاص يا عم صعب الكلام ده يا سيدي؟ كلام جميل ما اقدرش اقول حاجه عنه. خش يا كريم خش خش يا كريم عدي يا لا 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 انا كده بعد الثوره يلا انا والله اقسم بالله كان عندنا قصه برايفت مطلقه انا براحتي خالص انا قاعد اما تسكتوا قولوا لي اشغل تكييف لا اقفله لا عشان زمايلكم الاولاد بيموتوا اقفله لا لسه ان شاء الله دلوقتي هتتخنقي من الحر يلا لو بعد كده البنات بتسعى بتيجي مكان الولاد لحد ما ان شاء الله احنا نركب مكيف ليتر اون في الحته دي. السنتر لو ما ركبناش مكيف هنمشي ونسيبه ان شاء الله. الصيف السنه دي هيبقى حاجه جميله جدا. طيب في صيف السنه دي؟ الصيف جه ده هناخد في الصيف شهر 4 و5 و6 اعتبرهم صيف. قلنا ايه انا ما قلناش حاجه لسه يا مينا انا لسه بشرح بالراحه كده على بال ما البهوات يجوا مخ ملخص اللي اتقال ان في عدسات كونفكس يورمز بقى بالرمز زائد بتجمع وعدسات كونجيف يورمز بقى بالرمز ناقص بتشتت بس ووحده قياس العدسه اسمها ايه؟ شكرا. في عدسات سلندريكال عدسات سلندريكال مقطوعة من اسطوانة، مقطوعة من ايه؟ من اسطوانة، ايه القصة بقى؟ ايه القصة بقى؟ ايه في النور يا سام؟ كل الناس اللي ورا شايفة ولا نرفع شوية؟ نرفع شوية؟ حد يجيب مذكرة. مش عايز بني ادم يتكلم ما تشتتش مجهودي بقول لك الفصل صعب والفصل الجاي صعب برضه خليني انا ابقى مركز عشان يبقى ادائي كويس واطلع انا مبسوط من نفسي انا بشرح الفصلين دول كويس جدا الحمد لله بس ما تضيعش مجهودي وتضيع تركيزي انا بقى دلوقتي العدسات الاسطوانيه اللي هي السلندريكال لينسز دي قصه ثانيه دي جايه من اسطوانه جايه من اسطوانه افتح النور كده يا سامح لحظه دي اسطوانه هي سلندر اسطوانه اهي حد مختلف هنجيب سكينه ونقطع الاسطوانه دي كده اصبح لها سطح بلان والتاني كونفكس او كونكيف عندي مشكله انا كده يبقى انا قطعتها كده جايه من سلندر اهي اصبح في سطح بلان اللي انا اللي هو اللي اتشطب ده والتاني كونفكس او كونكيف
يعني براحتنا. بس هو هنا دلوقتي ايه؟ كونفكس. لو جت اشعه يا احمد يا نصر بارلل للدايركشن اوف كاتنج تنكسر باص وزود ريفراكشن. ده اسمه الاكسس بتاعها، اسمه محورها. الاكسس ده حضرتك الدايركشن البارلل للدايركشن اوف كاتنج. لكن يا سامح افرض يا سامح، لكن لو جبت اشعه كده في الاتجاه ده يبقى انت كده بتتكلم كده ولا كده؟ كده كده. ده بالنسبه للاكسس عامل زاويه كام؟ يعني عمود. يبقى الريز اللي داخله بيربنديكولار هتنكسر. قشطه ولا في مشكله كده؟ كل اللي قاعد اللي عنده فسفوسه يقول لي. اتفضل يا باشا. تاني طبعا من الاول، افتح النور تاني من الاول. دي اسطوانه اهي يا استاذ. انا قاطع كده الاتجاه اللي قطعت فيه ده اسمه الاكسس. كده انا عندي سطح بلان وسطح كونفكس. لو اشعه جت كده بارل للاكسس هيجرى لها حاجه ولا هتفوت؟ هتفوت. لكن لو جيت كده، ما انا كده لما باجي كده بواجه السطح الايه؟ الحته المواجهه دي بالنسبه للاكسس ده هتبقى بيربنديكولار. طب تمام، اقفل النور. فلما تخش الاشعه بيربنديكولار كده هتروح جايه منكسره في نقطه، صح؟ بس استني، ده العدسه مطوله اسطوانه، يبقى في اشعه ثانيه تحتيها برضه هتتجمع في نقطه، وفي اشعه ثالثه تحتيها برضه هتتجمع في نقطه، ورابعه تحتيها هتتجمع في نقطه، وخمسه تحتيها هتتجمع في نقطه. لو نظرت نظره تامليه في المهلبيه للاسطوانه دي هتلاقي ان الاسطوانه دي وكانها يا دكتوره دينا كونفكس لينز تحت كونفكس لينز تحت كونفكس تحت كونفكس تحت كونفكس تحت كونفكس جنب كونفكس تحت كونفكس. مش الاسطوانه دي، مش قصدي العدسه الكونفكس تبقى كده، صح؟ صح؟ محدبه، صح؟ طب ما هو السطح ده كانه واحده محدبه فيها 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 واحده محدبه. يعني الاشعه اللي داخله دي، الاشعه اللي داخله دي تتجمع في سنجل فوكس ولا فوكس تحت فوكس تحت فوكس تحت فوكس تحت فوكس تحت فوكس تحت فوكس فوكس واحده يا احمد؟ كذا فوكس وكذا فوكس جنب فوكس جنب فوكس تعمل في الاخر ايه؟ حد يقول لاير؟ تعمل ايه؟ لاير. استوعبنا من كده حقيقتين. روح اتقل بقى خلاص، طالما داخل في حته فرصائد وهتيجي ان شاء الله بعد كده. استوعب حقيقتين. دكتور ازاي عشان اقولكم كيف؟ نعم اقولكم كيف؟ كده يا صاحبي، بص كده يبقى السطح بتاعها الخارجي كده حسب طريقه تصنيعها بقى، يعني مش حوار، فاهم؟ يعني احنا بناخد الاسهل، ده كله مش هنحتاجه بعد كده غير في كلمه بس، بس ناخد الاسهل. الحقيقه الاولانيه بالنسبه لعدسات السلندريكال انها بتعمل ريفراكشن للريز البارلل ولا البربنديكولار؟ المعلومه دي هحتاجها بعد كده جدا جدا. يبقى هي بتعكس البربنديكولار عليها. يعني لو عايزه ركزي كده يا رب السؤال ده ما يكونش صعب عليك. بلاش منه لانه طبعا. لو عايزه تصلحي المحور، محور في العين الراسي تحطيها هي ازاي؟ تحطيها كده؟ ولا تحطيها كده؟ بالعكس. ولو عايز حوض هنقول الكلام ده بعد كده. ولو عايز تصلح الهوريزونتال تحطيها هي ايه؟ يعني هي بتعكس او بتصلح في الاتجاه العمودي عليه. يعني هي دايما ان شاء الله دكتوره نجوى، ان شاء الله لما ناخد الاستجماتيزم دايما هتناديكي، هقول الكلمه دي دايما هتناديكي وتقول لك حطيني عموديه على المحور المراد اصلاحه. هذه الحقيقه الاولانيه. الحقيقه الثانيه انها بتكون صوره، تكون باين ولا لاين؟ لاين. تمام قشطه. في كلام سابق الاوانه المذكره وكتاب كتبان ما تزعلش منه دلوقتي خالص، اللي هي الكلام السابق الاوانه ان العدسات الكونفكس بتصلح الهايبر ميتروبيا والبريس مايوبيا، والعدسات الكونكيف بتصلح المايوبيا، والسلندريك بتصلح الاستجماتيزم. في ايه؟ هو احنا خدنا الكلام ده لسه؟ ما تشغلش بالك. نفض دلوقتي للكلام. خلاص؟ صح. يلا يا باشا، يلا يلا يلا. الجزئية الثانية يا كابتن، هاو تو ايدنتيفاي لينسز. اديتك في ايدك عدستين،
عايزين نعرف هما عدستين، واحده كونفكس واحده كونكيف، عايزين ايدنتيفاي ذم مين فيهم كونفكس ومين فيهم كونكيف. ماذا عن الكونفكس وماذا عن الكونكيف؟ كونفكس وكونكيف احنا لسه قايلين الكونفكس محدبة، كونكيف معارة. تمام، الكونفكس بتماجنيفاي ايمج والكونكيف بتمينيمايز الايمج. هو تفتكر ان انا شايفكم ولا تفتكر ان انت شايفاني؟ انت شايفه ايمج ليا متكونه على النضاره بتاعتي، وانا شايف ايمج ليكم متكونه على النضاره بتاعتي. العدسات اللي في النضاره لو محدبه بالزائد بتكبر شويه، ولو بالناقص بتصغر شويه. بس طبعا كل ما مقاس النضاره يزيد كل ما تحسي بالفرق الكبير ده. خدت بالك ازاي؟ طب ايش ثانيا مين فيهم سكر ان ذا سنتر؟ الكونفكس. ومين سكر ان ذا بريفري؟ ادخل في البريفري. اوكي، في حته هنا مهمه جدا، سيبك من المذكره وخليك معايا انا شويه. لو قدر لك الله سبحانه وتعالى ان انت رسمت خط، خط جبت المسطره ورسمت خط ومسكت العدسه دي في ايدك كده اللي احنا مش عارفين نوعها، وتحركت بالعدسه يمين والصوره بتاعت الخط جت معاك يمين، وز يبقى العدسه كونكيف. ولو مسكت العدسه وتحركت يمين فلقيت الايمج بتيجي عكسك شمال تبقى العدسه كونفكس. طبعا قاعدين متنحين مش فاهمين حاجه. اولا خلاص يا باشا على راسي، انا بشرح الكلام ده بقالي 5 سنين 6 سنين، ما تشغليش بالك خالص انت خالص. الحته انا مش فاهمها ولا انت فهمتهاش. اولا معلش انا اسف، الجدول اللي عندك في المذكره الخانه الثالثه بتاعته، الخانه الثالثه الاخيره، اعمل فيها كده، اعكسها، اعمل سهم كده وسهم كده. تمام كده؟ انا هشرح تاني والله، والله العظيم هشرح، لسه ما قلتش حاجه لسه. الخانة الثالثة في المذكرة معكوسة. أنا كاتب في المذكرة إن القوي ضد والضعيف معه. مين العدسة القوية يا دكتورة سارة؟ الكونفكس ولا الكونكيف؟ كونفكس. يبقى اللاين هيموت مع حركة كويس ولا أجينس؟ أجينس. أجينس هي قوية. لكن الكونكيف هي الضعيفة. فاللاين هيتحرك كويس. الخانة الأخيرة في المذكرة أنا آسف هي معكوسة وأنا نسيت أصلحها. احنا هنسكت شويه يمينا كده ونتفرج وبعدين نشوف هنقتنع ولا لسه. اقفل النور يا سيدي. اه ما اقتنعتش مش مشكله، بس انت هتقتنع يعني. على فكره احنا خدنا الحكايه دي قبل كده في لعبه اسمها الريد ريفليكس. اتفرجي كده وقولي لي ايه رايك. ويز ولا ابجينس؟ ابجينس. بص الحركه كده، الحركه كده، وجوه بيجي معايا ويز. طب نجيبها تاني. يلا اهي الحركه كده ايه ويز. حد مش واخد باله؟ طب وكده ايه بقى؟ افتح النور. اهو لما تمسكي العدسه وتتحركي بيها هتلاقي المنظر بيحصل في الايمج شبه كده، يا تلاقيه بيجي معاك يا تلاقيه بيجي ضدك. القوي مع القوي ضد والضعيف مع. الشخصيات القويه صفوت ما تقدرش تقنعها انت بسهوله. لو انت واقف من اصدقاء السوء وجاي بتقول لي انا تعالى مع بعض القهوه وبتاع والشيشه وسيبك من الراوند بتاع، هقول لك لا انا رايح الراوند. يبقى القوي ضد. لكن لو انا ضعيف الشخصيه ضعيف، اه قشطه يلا راوند ايه يا عم الدكتور اللي هناك مش عارف ايه وهنسيب الكرنيل مش عارف مين الكلام الفاضي اللي انت عارفه. فالشخصيات الضعيفه وز، كذلك العدسات الكونكيف وز، والقويه اللي هي الكونفكس. اجي صعب كده يا ستي؟ طيب انا بنحتاج الكلام ده في اخر الفصل. فيما بعد، فيما بعد وفي نعم يا باشا امرني معتز صح. ليه بيتحرك كده؟ هنفهم الكلام ده في اخر الفصل. في قاعده فيزيائيه بتفسر الكلام ده، بس مش وقتها دلوقتي يا معتز. على راسي يا معتز، كلامك صح. لو فتحت اخر صفحتين في الفصل تحت عنوان ريتينوسكوبي هتلاقيني راسم رسومات كده واشعه راح واشعه جايه، هنفهمك ليه ان شاء الله. اخر حاجه بس ممكن احنا نعرف العدسه بطريقه اسهل من كده. لو انت ما تروح البيت يا احمد تبقى ارسم الخط ده وامسك نظارتك
وشوف الخطه اتحرك كويس، بس مش دلوقتي عشان كل ما اقول الكلام ده شغل العيال والقراصيل والبلد المقولي ده بلد مش دلوقتي خالص. ترسم الخط ده وتجيب نظارتك وتشوف لما تتحرك الخط هيجي معاك ولا ضدك. اغلبكم هيجي معاك لان اغلبكم ميوبيا. اغلبكم ايه؟ ميوبيا. طب تمام خلاص بقى خلاص. انت هايبر؟ انت هايبر؟ تتكلم جد؟ خلاص خلاص يا لهوي. بدأت أعراض المرض تظهر. أعراض مرض البله المجهولي بدأت. ماشي ماشي. في طريقة أسهل من كده يا دكتور إيناس بدل العك ده. دكتور الرمض لما عمل لك النظارة قال لك بعد ما تعمليها تعالي براجع عليها. بيروح حاططها تحت جهاز زي الميكروسكوب كده. حد شافه؟ اسمه لينس ميتر وموجود في محلات النظارات. يقول لك حتى ما اشوف مقاس النظاره يا عم ده جهاز اسمه لينس ميتر بيقدر يقول لنا نوعها ومقاسها وكل حاجه. اسمه لينس ميتر او فاكوميتر. بقول لك يا بيض فكك من كل اللي قلناه فكك يا عم. الخطوه اللي بعد كده ان احنا نعمل مقدمه. كل دي مقدمه يا عم اتى عن ما يدعى اكوموديشن. يعني ايه اكوموديشن؟ اكوموديشن يعني الابيليتي اوف اي تو سي ات ديفرنت ديستانس كليرلي. يعني يبص لاحمد خضر يشوفه يجي يقرا يشوف على الرغم من انك لو رحت للفسيولوجي هتلاقي فسيولوجيكالي الاشعه اللي جايه من الحاجات القريبه زي كتاب مثلا في الطبيعي بتتجمع ورا. امال مين بيجيبها ويهبطها على الريتنا؟ اللينس. خطوه اسمها اكوموديشن صح كده؟ طب ليه؟ ميكانيزم بسيطه جدا. دلوقتي في حاجه اسمها سيلياري رينج متعلق فيها حبال اسمها سسبنسوري ليجر ماسك فيهم كريستالاين لينس. الرينج دي يا سعيد لما بتنقبض بتنقبض للداخل فلما مش للخارج. شوفي هي مش بتنقبض كده هي بتضم لجوه كده بتنقبض. لا لا انت قولي انها بتنقبض كده بس. يونج هيلم هولتز النظريه بتاعتهم قالت انها بتنقبض لجوه. عايز تطلع نظريه ثانيه دي قصه ثانيه. هي العدسه اما بتكونتراك الرنج بتقل فالحبال بترخي بتريلاكس. فاذا كانت العدسه اللي هي زي البالونه مشدوده وفلات دلوقتي بقت مور كونفكس يعني اقوى ولا اضعف؟ انا بلعب بالعرايس اللي اسمها الماريونيتي دي الاحبال دي ماسك الخشبه والاحبال ايه والعروسه تحت وقربت ايدي كده من العروسه الاحبال بيجرى لها ايه؟ فش. ترخي. طب انا يا عربية ركنا فين ايه؟ الكراكه دي هتدمر العربيه في الشارع ولا ايه؟ انا دي بالونه لما كنت شادد كده كانت البالونه لما قربت اصبحت بلجد مور كونفكس. في حاجه اسمها رينج اوف اكوموديشن وامبليتيود اوف اكوموديشن. عشان نفهم الكلام ده مهم جدا. ده اللي حساس بقى سيبك من النظريات والكلام ده كلام قديم. حساسيه جايه في الكلام ده. في حاجه اسمها الفار بوينت وحاجه اسمها النير بوينت. الله. الفار بوينت يقال عليها بانكتم ريموتم. ريموتم يعني ايه؟ ريموت كنترول. بانكتم ريموتم. بانكتم يعني نقطه وريموتم يعني بعيد. ابعد نقطه تقدر العين تشوفها كلير. ذا موست فار بوينت ذات ذا اي كان سي ات كلير يعني بوضوح. فين بالنسبه للناس النورمال؟ الريتنا. فين؟ ات انفينيتي في المالا نهاية حيث نرى القمر وهو على بعد مسافات طويلة ونرى الشمس وهي على بعد ملايين السنين الضوئية. دار القمر يا ده اسمع يا سيب دندمج الله يخرب بيت. دار القمر لكن بدون ريزوليوشن. يعني ما بتقولش يا واد يلا على القمر انزل اطلع من الشباك. ما بيحصلش. بلد يا عم رائد الفضاء خلي بالك هتقع في حفره. لا لا طبعا. ولو رحت ياد الارياف عندكم كلنا من الارياف يعني ما حدش حاول ينكر اصله يعني. وطلعت على بيت عالي والارض مفتوحه الزراعيه تلاقي نفسك شايفه للاخر لحد ما تلتقي السماء مع الارض
فيما يدعم الارض ايه كرويه مش حيث بتنقبض ليه السبب ده مش عارفين الكلام مش الارض كرويه انا عايز اقول لك ايه انت بتقدري تشوفي مفتوح بتقدري تشوفي مفتوح لحد ما بتشوفي النخل اللي هناك في الاخر بس ما بتشوفيش الولد اللي طالع على النخله لا بس انت شايفه مفتوح فالنورمال ان انت تشوفي اد انفينيت ده الفار بوينت لا بنقطه ايه ريموت انا بعد كده هتكلم عن الفار بوينت والبنقطه الريموت دي كاننا عارفينها من زمان واصدقاء فخدي بالك يعني البنقطه الريموت بتختلف مع الايرور اوف ريفراكشن يعني مع اللخبطه قصر او طول نظر ما تشغلش بالك دلوقتي مكتوب عندك الميوبيا كذا والهايبر متروبيا كذا فكك يا عم ادهم هيدرس الكلام ده يا عم بتفصيل ممل طب امال النير بوينت يا بيتر النير بوينت او البنكتم بروكسيمم هي بروكسيمال يعني ايه يعني قريب بعيده بروكسيمم بنكتم بروكسيمم ديبندنج اون ذا ايج السن حيث مع زياده السن بيقل الاكوموديشن فالنير بوينت تبعد صح كده هو الاكوموديشن بتاعي احسن من ابويا وبتاع ابني احسن مني فكل ما السن بيزيد كل ما النير بوينت تبدا تتراجع بدل ما هي قريبه ترجع الرينج اوف اكوموديشن اكتبي عليه مسافه اكتبي عليه مسافه الرينج ده اكتبي عليه بالعربي مسافه الله يخليك هو الفرق في المسافه ما بين الفار بوينت والنير بوينت يعني الفرق في المسافه قد ايه الرينج ده فرق مسافه اقلب الصفحه الامبليتيود اكتبي عليه قوه 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 دكتوره شمس هي العين في الفار اقوى ما يمكن ولا في النير في النير اقوى ما يمكن يقول لك ان الفار الاكوموديشن كومبليتلي ريلاكسد وفي النير كومبليتلي اكوموديتد فلو طرحتي عملت كده معادله امبليتيود النير ناقص امبليتيود الفار يطلع لك الامبليتيود اوف اكوموديشن طيب عارفه من كل الكلام ده يا دكتوره هدير انا عايز ايه فار بوينت ونير بوينت عرفتي هما ايه عرفنا هما ايه فار بوينت ابعد نقطه نير بوينت اقرب نقطه فار بوينت انفينيتي نير بوينت مع السن مش طب الهبل في ملاحظه جميله جدا ومهمه جدا عن علاقه ما بين اثنين اصحاب يقول لك الصديقين الحميمين ما يفترقوش في ثنائيات كده رخمه في ثنائيات رخمه يعني لما تشوفي فلان بتبقي متضايقه لو ما شفتيش فلان يعني هو لازم كده لو هتبقى رزله هتبقى حاجه رخمه جدا ما شرحت الحكايه دي امبارح انا افتكرت حاجه مش عارف ليه الذاكره قلبتها كان عندنا ولد وبنت زمايلنا من سنه اولى وهم الصديقين الحميمين اولى وثانيه وثالثه ورابعه وخمسه في يوم من الايام في سنه ثالثه الواد احمد ده جه خير يا احمد انت لوحدك ليه يا حبيبي؟ قال لك فلانه اتخطبت جبتش حاجه من عندنا؟ قال لك انها شافت مصلحتها يا احمد الله العظيم وبعدين عدم احساس بالذنب ما عندهاش اي احساس بالذنب بس ونفسيته كانت كويسه جدا 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 عادي خالص ولا اتدمر ولا اي حاجه نفسيه ولا اجل سنه سته ولا اي حاجه البنت اللي شافت طريقها يا عم الحاج وخلفت انا بس عايز اقول لكم اه والله يا حاج خلي بالك خلي بالك خلاص خلي بالك يا حاج شاطي الله خلي بالك يا عم خلي بالك يا خالد يا عريان خلي بالك يا شيخ يا معاذ المهم يا صاحبي اصلا معاك مش عارف عايز اقول لكم انا افتكرتها امبارح مش عارف ليه مع اني كنت ناسيها جدا يعني المهم يعني الارض يعني والله مش ناسيها ابدا الحكايه المهم يعني يلا الله يرحمه المهم الان بقول لك ايه العلاقه دي اسمعي بس والله بجد العلاقه دي ما بين الاثنين دول نورمالي وفيسيولوجيكال العلاقه موجوده وعلاقه موجوده ومطبقه صح يعني مطبقه بحسبات طب احنا لما بنيجي نقرا يا اخي خالد بيحصل لنا ايه مايوزيس اكوموديشن يعني العدسه بتزيد كونفيرجنس يعني عينينا بيلموا لجوه الاكوموديشن اللي بيحصل زياده في قوه العدسه بنقيسه بالدايوبتر صح كده الكونفيرجنس له وحده قياس اسمها بريزم دايوبتر اي شويه اكوموديشن يحصلوا
معاهم نسبه ثابته من الكونفرجن. مش فاهم يعني لو زادت قوه العدسه واحد دايوبتر دايما يزيد الكونفرجن 4 بريزم دايوبتر. كنا بنلعب اللعبه دي زمان، طلعنا سوا نزلنا سوا طلعنا سوا نزلنا. يعني ايه؟ لو زاد الاكوموديشن 2 تعرف ان الكونفرجنس هيزيد 8. هي النسبه بالظبط، يعني كل اكوموديشن قصاده 3 او 4 كونفرجنس. تلاقي كده لو المذاكره كانت 4 قشطه ماشي شغال، زاد الاكوموديشن 2 يبقى كونفرجنس 8، زاد الاكوموديشن 3 يبقى كونفرجنس، نزل الاكوموديشن نزل كونفرجنس، طلعنا سوا نزلنا سوا. جميل. اسمها كده الريشيو دي A C A ريشيو. ايه ده يا عم الحاج؟ اتقل. ايه ده يا عم الحاج؟ طب الـ A دي اكوموديشن، طب ايه هي A C؟ طب C كونفرجن، امال ايه دي؟ اكوموديتيف كونفرجن. يا لهوي الواد محروس بتاع الوزير كونفرجنس بتاع الاكوموديشن. هو في كونفرجنس بتاع حاجه ثانيه؟ اه في ناس عندها القدره انها تعمل فولانتري كونفرجنس زي الواد سامح بتاع راجل وست ستات ده. ده مش احول؟ اسمع بس والله بتكلم كلام علمي جدا، ما تخرجنيش بره التركيز بقى بتاعي يا اخي. الهزار انا هزرت شويه وخلاص، انا غلطان يا عم. الواد ده حضرتك ممكن هو بيجيب عينه جوه بيجيب عينه بره، اما يجيب عينه جوه بقى معاه اكوموديشن؟ لا. فعشان كده التعريف كده اسمه اكوموديتيف كونفرجنس، الكونفرجنس بتاع الاكوموديشن الى الاكوموديشن. تطلع الريشو قد ايه يا احمد؟ أربعة. ما هو كل واحد اكوموديشن واحد دايوبتر قصاده 4 بريزم دايوبتر كونفرجن. ان حصل يا خالد وهيحصل النهارده ان شاء الله، حصل اختلاف في هذه العلاقه بسبب مرض من الامراض، هيحصل استرابيزما صحبه. استرابيزما صحبه ليه وازاي هنعرف؟ طب ليه ما اسموش سكوينت؟ ما فهمت؟ ما اسموش سكوينت ليه؟ اسمه سكوينت، بس سكوينت دي في العاميه الانجليزيه. يعني واحنا في انجلترا ان شاء الله كده وانجليز مع بعض كده في الشارع في لغه الشارع نقول عليه سكوينت. لا بيتكلم صح والله. استرابيزماس ده اللفظ الطبي، بس احنا بنسميه سكوينت عادي، بس هو اسمه استرابيزماس. ده كلام الدكاتره يعني. ماشي؟ نبدا بقى نتكلم في كلام سليم. هو الفصل اسمه ايه يا عم كيابي؟ ايرور اوف ريفراكشن. طب هو ايه النورمال يا صديقي؟ نورمال ستيت اوف ريفراكشن. ما هي النورمال ستيت اوف ريفراكشن؟ ايه؟ اتفضل. ما هي النورمال؟ ما هم يعني ما تحكميش عليك، انا عارف انت زعلان، احكمي على الراجل ده، انت حرام ولا زعلان؟ عادي. عايز اقول ايه واحنا نقول يعني؟ حد يجيب الريموت خلاص. الكونفرجن ده اللي هو ايه؟ يلا بقى يلا. والنائب خالد المكيف بصراحه. المدرك كونفرجن ده دخل مع الاكوموديشن. ده ليه قوه ده؟ ايه؟ ده ليه قوه يعني؟ البريزم دايوبتر. الاكوموديشن كونفرجن بريزم دايوبتر. يا مصطفى. الاكوموديشن نفسه اللي هو قطر ده. معلش يا مصطفى. العدسه اللي هو قطر العدسه. يلا. عشان انت عايز تعرف. يعني ده قطر العدسه نفسه. ننسى احسن ننسى احسن. الكومبليشن ده الامبليتيود الكومبليشن. الكومبليشن تعرف الكومبليشن اصلا يعني ايه؟ واحد نورمال يا استاذ. الكومبليشن العادي بتقاس بالدكتور الكونفرجنس اللي بيبقى معلق. يعني ايه واحد نورمال يا كابتن معاذ؟ يعني كده يا كابتن. بص يعني البارل ريز الاشعه اللي جايه من بعيد كم تو افوكس اون ذا ريد بس على الشر ويز الاكوموديشن كومبليتلي ريلاكس. هنحيد مين؟ هنحيد الاكوموديشن. ده احسن العيان يشغل الاكوموديشن ويخلي العين اقوى. يبقى لو قلت ان انا نورمال لازم ثلاث كلمات. اولا برر الريز. ثانيا ويز الاكوموديشن كومبليتلي ريلاكس كام تو فوكس اونزو اونتو زيرو. بسم الله الرحمن الرحيم. لو انا حابب اعرف، خلي بالك هيشوف ابعد نقطه فين، هعمل لعبه. اللعبه افتراض يا عم. ازاي؟ اروح جايب على اني يعني مطلع اشعه من الريتن، ده افتراض، ونشوف الاشعه طالعه من العين متوازيه ولا متجمعه
وانا متفرقة. طب العين طبيعية بالظبط، ولا اقوى من اللازم ولا اضعف من اللازم. تقوم الاشعة تطلع متوازية صح ولا لا؟ يعني كأنها طلعت زي ما دخلت، مش دخلت كده ولا ايه؟ فتطلع كده برضو صح ولا بداية ايه؟ في مشكلة؟ يبقى اذا الراجل النورمال ده الفار بوين بانكتم ريموتم فين؟ هيتقابلوا دول؟ لا يبقى قاتل فين؟ وده اللي احنا قلناه؟ ده النورمال اسمه إيميتروبيا، نورمال ستيت اوف ريفراكشن اسمها إيميتروبيا، إيميتروبيا. وعلى ذلك الايرور اوف ريفراكشن اللي هو إيميتروبيا يبقى ايه؟ ما انا ذكي مش غبي. بلل الريز وذ الاكوموديشن كومبليتلي ريلاكسد كم تو ان فوكس نوت ات ذا ريد. فين وازاي؟ حسب النوع. نقول تاني، انا مش طبيعي يعني الاشعه متجمعه نوت ات ذا ريد، مش في الريد. فين بقى؟ الله اعلم، على حسب النوع. انواع كتير، مايوبيا، هايبر متروبيا، استجماتيزم، افيكيا، انايزومتروبيا، فكك فاكسي، كل الكلام ده ما هندرسه. قوة العين الطبيعية يا شملول 60 ديوبتر. ايه؟ قوة العين الطبيعية 60 ديوبتر، 42 كورنيا يا احمد يا وائل، و18 لينز. كتاب الاسم عكسها، ما حد بيذاكر كتاب الاسم. عكسها، قايل على اللينز 42 وكورنيا 18، وده غلط. تاني نساعد بعض، تاني نساعد بعض ونساعد زميلك، تاني نساعد بعض. احمد وائل، الأشعة المتوازية تتجمع على ده النورمال عرض ده افتراض، وانا تلاقيني كاتب في المذكرة العربي افتراض. لو انا افترضت ان في أشعة خرجت من الريتنا دي بتتقابل فين؟ ما هي مكان هتتقابل، مكان ما هتتقابل هتبقى هي ابعد نقطة تشوفها انت. هتتقابل فين؟ هتطلع ازاي؟ هي العين قوية عشان تطلع كونفيرجن، ضعيف عشان تطلع دايفيرجن، ولا نورمال عشان تطلع بارلل؟ نورمال فتطلع بارلل. تميت ات تميت ات انفل. نعم هو انت بتعمل ده وانت واحنا بنعمله افترض عشان كده اكتب بالعربي جنبه عشان اشوف ابعد نقطه فين. اكتب يا ابني اكتب عشان اشوف او احسب ابعد نقطه فين. هنفترض يا هشام ان في خيط رفيع واقع منك، هتفهمه لما اتكلم عن مايوبيا حالا ان شاء الله. مايوبيا اكتب عين اقوى من اللازم، اكتب يا كابتن عين اقوى من اللازم، اكتب على مايوبيا عين اقوى من اللازم، اكتب يا كابتن عين اقوى من اللازم، اكتب. وسيبي نفسك خالص، وسيبي نفسك خالص، وتعالى نشغل دماغنا شويه لحظه من فضلك. يلا يا خالد، يلا يا احمد، يلا يا بنات، عين اقوى من اللازم. مش كده فين؟ فقوم البلل الريز تخش على العين الاقوى من اللازم يا عمرو يا خالد، تقوم تتجمع فين؟ اي اقوى من اللازم فتتجمع. لا لا، لو انت المكان عندها سيرفيس هي اقوى يعني تكسر اكتر فتتجمع ان فرونت اوف ذا ريت. يبقى يعني ايه مايوبيا؟ برارر الريز كم تو افوكس ان فرونت اوف ذا ريتن. غلط. برارر الريز وذ الاكوموديشن ريلاكسد لازم تحيديه كم تو ابوينت ان فرونت اوف ذا ريتن. طب انا يا خلودي عايز اعرف ابعد نقطه يشوفها فين؟ اروح عامل الاشتغاله دي، اروح جاي متخيل ان انا في الريتنا مش ريلاين، واطلعه من العين. فالعين بقى اقوى من الايه؟ من اللازم. فهو طالع يحصل له ايه؟ دايفيرجن ولا كونفيرجن؟ كونفيرجن. يعني ابعد نقطه يشوفها المريض ده فين؟ ات انفينيتي ولا نيرر ذان انفينيتي؟ نيرر ذان انفينيتي. ده اسمه قصر نظر. اطلع على العنوان مايوبيا بين قوسين شورت سايت. هو مش داخل بقى الاول يا دكتور؟ دخلنا كده في مرحله، دخلنا في مرحله ان احنا مخنا ايه؟
دي حاجة ودي حاجة تانية خالص. دي هو بيشوف ايه؟ هو بيشوف كويس؟ لا لا، لان الفوكس على ما توصل للريتنا الصورة هتبقى اتفرشت. يعني انا مايوبيا ومايوبيا محترمة، انا مش اعمى، انا شايف بس مش شايف تفاصيل. انا شايف احمد مثلا والله وما بهزرش الوان، لون اصفر لون رصاصي لون احمر، لكن مش شايف ايه يا عم؟ اسمع بقى، انا عايز هزر، انا عايز هزر، انا مش عايز هزر. فانا شايفه الوان، بس انا شايف الوان ليه؟ لان فوكس قدام على مصدر الريتنا اتفرشت. يعني واضحه ولا مش قوي؟ ده هو بيشوف ايه في البعيد. ده انا عايز افكر كده، لو حب يشوف كويس اجيب له الاوبجكت فين؟ فلو حب يشوف كويس اجيب له الاوبجكت قريب. انا كده قاطع ميه ونور، انا كده اكسلنت. انا مش حافظ والله المذكره، بس مكتوب اهو جلوكوز الى داخل العدسه ويعقبها الماء نقص الكورس. والله مكتوب اهو، مكتوب it is due to an increase. بس داخله. طب ليه ده ليه حصل؟ لان انا كده فين؟ في انه بوينت؟ في الفار بوينت. ما احنا قلنا ابعد نقطه يشوفها قريبه من عينه هنا كده اهو كده. والله ما شايف راجل كده، انا قشطه كده، مش شايف خالص، شايف ابيض واسود وتفاصيل كده. يعني ده كده عمرو عاطف بس هلامي بالنسبه لي. كده تمام، عرفت الفرق بين الاثنين ايه؟ نرجع تاني لسه للتقيل جاي ورا. كمل تعريف الميوبيا. الميوبيا لها ثلاث جمل لسه. ريز ايمرجنج فروم ذا اي، ريز فروم ذا ريتنا ايمرجنج فروم ذا اي كام تو ا بوينت in front of the eye nearer than infinity which is called far point او punctum remote. يبقى punctum remote في الميوبيا near than infinity in front of the eye. ثم نزل الكتاب بالكلمه الفارقه التي سوف تقسم ظهر البعير، قال ان الفار بوينت والريتنا كونجيوجيت في الصاي. بتعمل لي الكوابيس ازاي؟ كونجيوجيت في الصاي، الكلمه دي بتعمل لي الكوابيس. كونجيوجيت في الصاي عشان بس ما تزعليش مني، يعني متوافقين. يعني ايه؟ يعني لو انا حطيت، انا حاسس ان الرسمه دي ملخبطه، يعني لو حطيت الاوبجكت هنا يروح فين؟ يروح الريتنا. ولو افترضت ان انا حطيته على الريتنا هيبقى هنا، ولو حطيت عبد الله هنا هيبقى على الريتنا. عبد الله على الريتنا يبقى هنا. صعبه دي؟ سمعنا كونجيوجيت وصاي متوافقين، بعد تكتب جنبها كلمه كتير يحل كل منهما محل الاخر. ما انت مش احسن. اوكي ايش؟ اعتبر نفسك مش فاهم. يحل كل منهما، اكتب يا عم خدني بس على قد عقلنا. يحل كل منهما محل الاخر. فيما يعني من اخر سطر في التعريف، اكتب متوافقين او اكتب يحل كل منهما محل الاخر. ايه عبد الله اهو من غير النضاره، هو مش شايف حاجه بعيد الحمد لله. اما هيقرب الكتاب او الكراسه غالبا هتبقى في الفار بوينت. فلما تقع في الفار بوينت صورتها تبقى على مين؟ الريتنا. وعلى فكره الصوره على الريتنا واضحه قوي، اوضح حتى من لو كنت انا طبيعي وبستعمل اكوموديشن. انها على الريتنا، عرتنا راش اصل ده وده ايه؟ كونجوجي. طب ثانيه واحده يا دكتوره شمس، هو انا وانا حاطط دي في الفار بوينت كده محتاج اعمل اكوموديشن؟ لا. حد يقول لي محتاج؟ يعني وهي في الفار بوينت توماتيكي بقى تعرف يعني محتاج اكوموديشن ولا لا؟ حط المعلومه دي في جيبك وما تسالنيش عليها دلوقتي. يبقى بتاع الميوبيا لما بيجي يقرا من غير النضاره بيستعمل اكوموديشن ولا لا؟ فبيحطها في جيبك بس دلوقتي. لما يكبر مش هحتاج نظاره. يا لهوي، لكن انت لما يكبر مش هحتاج نظاره. الراجل ده نورمال، الراجل ده نورمال اهو. لما يجي يقرا احنا مش محتاجين نعمل كونفرجنس. يا لهوي،
طب احرقها وخلاص، احرقها يا ابو اسماعيل، احرقها كده بتاع الميوبيا وهو جاي بيحرقها. ها كنت عايز اسيبها بعد شويه، احرق والله احرق كده بتاع الميوبيا. اما بيجي يقرا ما بيستعملش اكوموديشن، بس بيستعمل غصب عن ابوه كونفرجنس. فالعلاقه الحميمه هتختل، فما يجي يقرا من غير نظاره هيشوف، وبعد شويه هيتعب، وبعد شويه يحول. يا عم سيبها شويه يا عم، يا عم سيبها شويه يا عم. ده انا بقول لك حطها في جيبك كمان شويه. جبت اجل الراجل، ما بقاش عندك سرعه. السرعه غلط، هتتعذب والله. كله في مغاطر، ما تقولش حاجه، بسرعه في الاختيارات. يلا يا ابو زكريا، المهم بس عايزين نطلع من المطب ده، عايزين نطلع من المطب ده، عايزين نطلع. بس هرد والله على كل الناس، بس اتمم كلمتي وهرد على كل الناس. انا صدري واسع ما فيش مشكله، اسمعني بس. اجي اتفقنا ان الاشعه وهي طالعه افتراضيا، وهي طالعه افتراضيا من العين، هتتجمع في نقطه قريبه من العين. في كلمة نازلة بتقول إن الريتنا والفاربويل كونجوجين، معناها إن لو في جسم هنا، لو في حاجة هنا، صورته أوتوماتيك من غير مجهود إضافي فين؟ في الريتنا، والعكس صحيح برضه. دي صعبة؟ طب أقول لك على حاجة؟ الراجل ده نورمال على ما نظنه ونحسبه نورمال. الفاربويل بتاعته فين؟ إيه رأيك إن النورمال ده الإنفينيتي والريتنا كونجوجين فصال؟ غلط اللي انا قلته ده؟ لا مش غلط. لو حطيت حاجه في الانفينيتي في اي حته طول الانفينيتي هيشوفها، ولو جبت جسم على الريتنا وعايز تشوف صورته فين؟ متكونه في اي حته لحد الانفينيتي. مش صعب يعني، القصه مش صعبه. هي الكلمه بس كونجوجيت دي. قول يا ابني. ممكن ترسم في الاولاني؟ صح. انا عندي حاجتين، انا عايز اشوف هو بيشوف ايه؟ لا انا فاهمها بس في بس سرعه. طيب اللي هي كده يعني الريز وهي داخله بتتجمع هنا كده قدام الريتنا؟ طب دلوقتي يا دكتور بعد النقطة اللي هي عليها الفوكس دي، شوف دلوقتي الصورة يعني هتتكون كده، هتتكون بص ازاي؟ هتروح كده، هتروح كده ماشي خلاص. بقى القلبة والعدة دي في المخ فوق هناك، هي كده هو اوبجيكت اهو. عريتنا ازاي؟ صح؟ مين هيعدله هناك؟ المخ. ما انت بتشوف كده على فكرة. طب النورمال، طب خلاص انا غلطان. ايه رايك ان احنا نورمالي الريتنا مقلوبه الصور فيها؟ لا لها دعوه بمايوبيا ولا بزفت. نورمال الصور مقلوبه على الريتنا، واللي بيعدلها هو المخ. خلاص يا يطا، خلاص يطا، عشان انا قلت صح. This is point A الا وهي الهيدوكسي ارض. راحت فين؟ امشي مع الاشعه. Here this is point A the hydroxy arm. This is point B the base of the arm. Now the base is here. So the image is inverted. عشان تتعدل في المخ. فاكرين نفسكم نصحين وانا قلت لدماغكم نحس. ما انا يا اخي. انت فاكر ان انا مش زيكم؟ 3 في 3 بكام يا انا؟ مش مشكلتنا بقى خلاص، مش مشكلتنا. انت هتفرشت وطلعت مقلوبة على الفرش. نعم ده افتراض، ده افتراض، ده افتراض. نسيت انا فاهم على حاجه، ثانيه واحده بس، ما تحاوليش عشان تحس ان انت فاهم اللي بتكسب. لا لا بهزر، بتكلم جد جدا والله، بتكلم جد جدا. الرسمه ديت انا حلفت على المصحف. انت عارف انا كاتب ايه في المذكره؟ افتراض. افتراض. احنا مالناش دعوه، احنا عملنا الافتراض عشان نستنتج احسن حته فار بيشوفها ايه. فطلعت ايه؟ قريبه. ف مفيش كده ايه؟ ايوه يا مديح. جميل جميل جميل. ليه الناس بيجي لها ميوبيا؟ ليه الناس بيجي لها ميوبيا؟ سيبي نفسك خالص مفيش مشكله. ليه انا وانتوا؟ اتفضل. هو الميوبيا عامل
هذا سؤال حلو. ولاد مين اللي بيطلع؟ عند نير بوينت. قد يتصادف ان النير تبقى مع الفار وقد تبقى اقرب من النير. بس لو انت مايور يعني اسمع الواد ده بيسال كده. الواد ده حلو والله. عارف بقى المايور يا عم اسمع، لو انت مكان المايور وعندك نير بوينت وفار بوينت والاثنين مش معاد قوي عن بعض، عارف مين الصوره الاوضح واللي طالقه؟ هي الفار، لانها رايحه فين بالظبط؟ توماتيكي توماتيكي اصلها هي والريتنا والجنبيت. فهو هتلاقيه لا اراديا بيفضل يبص في الفار دي من غير النظاره. هو ليه عندنا مايوبيا؟ الله، في نوع اسمه اكزيال مايوبيا. اكزيال يعني طول العين زي طول العين زياده. انا زكريا لما طول العين يبقى سليم يا زكريا الصوره على الريتنا، ده الناس الطبيعيه. لو كبرنا طول العين كده تبقى الصوره ايوه. اصل طول نركز بقى، الكلام صعب والله اللي جاي. اصل طول العين يا عمر زاد بدون زياده في قوتها، هي قوتها قد ايه؟ ولما تغلط برضه فللاسف اتكونت الصوره قدام الريتنا. اكزيال مايوبيا از ذا موست كومن كوز اوف مايوبيا. اكزيال مايوبيا از جينيتيكالي ديترمايند. اكزيال مايوبيا از مينلي في البوستيريور سيجمنت، يعني العين بتطول من ورا وقدام انترو بوستيريور بس اكتر بوستيريور. انا كده وانتوا كلكم ان شاء الله كده كلكم. الاكزيال دي شخصيا ثلاث انواع. اقلب هات الصفحه الثانيه في المذكره. نوع سيمبل ونوع مالجنانت ونوع كونجينيتال. انا ليه عملت كده يا دكتوره شمس؟ بيجي السؤال في الامتحان كوزز اوف مايوبيا، بتكتبي اكزيال تت 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 وتنسي انواع اصلا مين؟ الجدول ده انواع مين؟ فده يعني ده لازم يتحط في الاجابه. خدي بالك بقى السيمبل اكتبي بقلبك الدكتور، اكتبي كده الله يخليك، بس ما تكتبيش دكتور مين؟ الدكتور. مالجنانت تكتبي قعر قعر كوبايه. وكونجينيت الغني عن التعريف مظبوط هكذا. علما 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 بان الناس بتوع المايوبيا لما هنلبسهم عدسات في نظارتهم وعينهم اقوى من اللازم، هنلبسهم عدسات كونفكس ولا كونكيف؟ طبعا كونكيف، ما هم اقوى يا كباتن، فاحنا عايزين نضعفهم. يا صحه هوديك فين؟ ناخد ادويه تقلل صحتي شويه. والله ما العين اقوى، انا اديها عدسات تضعفها كونكيف. انت لو اديت عدسات كونفكس هتجمعها اقرب اكتر. فيقول لك ان كل ملي زياده في طول العين، كل ملي زياده في طول العين يخليك تلبس نظاره 3 درجات ماينس 3. سيب المعلومه دي على جنب خالص وخليكي معانا. انا سيمبل الدكتور لبست النظاره عند البيوبرتي حوالي 14 سنه اعداديه، يعني ده خلتنا كده ثانيه اعدادي ثالثه اعدادي اولى اعدادي. المالجنان لبس النظارة في الابتدائية 5-6 سنين. الكونجينيتال هو ما بيلبسش نظارة بس المشكلة ديتنج سينس بيرس. إلى متى سوف تستمر العين في زيادة طولها؟ السيمبل ماكسيموم يقف عند 25 سنة. أخف خالص. يقول لك إيه؟ يقول لك كل سنة أعمل نظارة المقاس يتغير. كل سنة أعمل نظارة المقاس يتغير. كل سنة أعمل نظارة أخرك إيه أخرك؟ اولك لاخرك، اخرك 25، اولك فرنش 20 سنه، اخرك خالص في الثبات، يعني لما نقول انت هتقعد تدور 25، يعني انا نظارتي دي ما غيرتهاش مثلا من وانا في رابعه خمسه كليه، دي حقيقه، الارقام دي ثابته، خلاص ما مش هتغير، ما انا طول عيني ايه؟ سبت، ايه اللي غير طول عيني يا صفوت؟ الجينات. ايه اللي خلى الطول يطلع اطول شويه؟ الجينات، جينات. انا لابس نظاره لان ابويا لابس نظاره وامي لابسه نظاره، اخواتي الثلاثه لابسين نظارات، ولادي هيلبسوا لان انا لابس ومراتي لابسه. ما بهزرش والله، جينيتيك اللي تتبقى حاجه جينيتيك. وقد تحصل طفرات، ما يطلعش واحد زي البتاع يقول انا ما بلبسش واهلي بيلبسوا، خلاص ماشي. طب المالجنان هيقف عند 25؟ ده ماشي 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 مكمل ولا بيد وماشي. اسمه يا لهوي اطلع في العنوان اسمه مالجنانت او بروجريسيف. بروجريسيف يعني ايه؟ يعني طالع شاي اسمه هاي شغال، اسمه ديجنريتيف، يعني يعمل ديجنريشن دلوقتي. طيب يبقى يكمل بعد 25.
الكونجينيتال ستيشنري سونر افتر بيرث. يعني ايه؟ هو يتولد بالعيب والعيب يثبت بعديها على طول. صعبه دي؟ طب يلبس نظاره اخر الكام؟ رقم الكام؟ مش هقول لك يلبس نظاره بالماينس؟ السمبل اخره ماينس 6. اي حد شايف نفسه اكتر من كده يبقى في الكاتيجوري الثانيه. المالجنت تعيش حياتك لحد ماينس 25. استغفر الله. ماينس 25. الكونجينيتال ماينس 10. يعني انا مثلا وشايف انا شايف نفسي النظر ضعيف، دي كام؟ ماينس 4 75 3 75. هي ماينس 3 دي، يعني انا عيني طويل على الطبيعه قد ايه؟ ملي ملي. لكن لما ابقى ماينس 24 يبقى انا اطول من الطبيعي ايه؟ 8 ملي يا جهله. 8 في 3 ب 24 8 تايمز 3 ايكوال 24. عارف معنى الكلام ده ايه؟ ان المالجنت في عينه مشدوده، فممكن ده مش ممكن، ده كتير جدا يحصل ان مع الشده الريتنا تتقطع ويحصل ريتينال. مين اللي بيحصل فيه ديجنراتيف تشينجز؟ الدكتور نيفر. السمبل نيفر. كلا واحد حط رجله في صدر الشبكيه والله كفله الشر نيفر. انما المالجنان كومن والكونجينيتال ريل. انا ما قلتش كونجينيتال مش هيحصل، بس قلت ايه؟ ريل. ايه اللي خلى المالجنان ده كومن قوي يحصل فيه؟ اصل العين منطوق. ايه يعني ست درجات؟ ست درجات يعني 2 مللي على الجزء ولا حاجه. لكن 24 درجه يعني اكبر من طبيعي 8 مللي. العين كلها 24 مللي، كترتيها 8 مللي، مشكله. خد بالك من الكلام ده. اللي في النص ده اسمه مالجنانت خبيث عشان مشاكله. اسمه هاي، اسمه بروجريسيف، اسمه ديجنريتيف، واحدث اسم له مش عندك اسمه باثولوجيك. هو الدكتور مرض؟ هو السمبل ده مرض؟ لا ولا حاجه، ده احنا ندفع اخطاء ابينا وامنا ولا ابونا وامنا. لكن ده مش مرض عادي. عارف ده زي ايه؟ واحد طويل شويه، واحد قصير شويه كده. ما القصيرين حلوين والطوال حلوين صح، والرفعين حلوين والفخاد حلوين، نورمال فاريان. لكن ده لا، ده مرض. عشان كده اسمه ايه؟ باثولوجيك. فاهم قصدي ايه؟ فاهمين قصدي؟ ده اللي مرض بجد بقى. طب تمام، تعال نكمل الاسباب. ارجع تاني لورا. ايه اهم سبب للمايوبيا؟ لسه في اسباب تانية. ريفراكتيف. ريفراكتيف علاح. والريفراكتيف دي كيرفتشر علاح. لو واحد ربنا خلقه للاسف الشديد وعنده المرض ده يا احمد يا واد، قرنيا فرشحه كيراتوكونا. سؤال، تحدب القرنية في القرنية السليمة كويس، لكن تحدبها في الكون مور كيرف. مور كيرف دي جمع الأشعة، ده بالريتنا. أقرب قارن ما بين دي يا اسطى ودي يا اسطى. كل ما تبقى مور كيرف كل ما تجمع الأشعة إيه؟ أقرب. كيراتو كونس مثال على ريفراكتيف كيرفتش. وتاني حاجة في الريفراكتيف إندكس. اندكس يعني معامل الانكسار. خليكي معايا نفسك من الكتاب عشان مش هينفعك بوصل. معامل الانكسار اللي بيتغير جوه العين هو معامل انكسار اللينز. معامل انكسار الايه؟ اللينز. طيب لما اقول لك ان الراجل ده جاله مايوبيا، يبقى المعامل الانكسار الكلي الكلي التوتال لينز اندكس جرى له ايه؟ زاد طبعا. سهم الفوق طبعا. عشان لما معامل الانكسار الكلي يزيد، الانكسار يزيد والاشعه تبقى قدام الرتنا. علما بان النيوكليس، علما بان اللينز فيها نيوكليس وكورتكس. النيوكليس اعلى من الكورتكس. هذه جدلا النيوكليس 15 والكورتكس 5 والمجموع 10، ده كلي. يبقى عشان تزودي الانكسار الكلي يا تزودي ايه يا تقللي ايه؟ احسبها تكسب. نسخه صغيره هيقف. تزودي مين؟ النيوكليس. او تقللي مين؟ بس خلاص. ليه بقى؟ عشان لما ال 15 تبقى 20 والخمسه ثابته المجموع كله يبقى 15. لان الشعاع بيعدي من النيوكليس للكورتكس ومن الكورتكس للنيوكليس. انتوا ما حضرتوش اللينز؟
خدتش الكادرك؟ الأشعة وهي بتعدي داخل اللينس عدى في وسطين، عدى في وسطين، وسط اسمه نيوكليوس ووسط اسمه الكورتكس. فالفرق اللي بينهم هو اللي هيحدد الانكسار، الفرق اللي بينهم هو اللي هيحدد الانكسار. ماشية في وسطين مختلفين، فالفرق اللي بينهم هو اللي هيحدد الانكسار. كل ما الفرق يزيد كل ما الانكسار يزيد. طب عايز انا عايز الفرق اللي تزود الفرق ده، تزود ازاي ده الفرق ده بقى؟ يتزود النيوكليوس الكورتكس. والنيوكليوس بتزيد مع الاولد ايج، حاجة اسمها نيوكليير سكليروز. العدسة في السن تنشف، تبقى كلير بس ناشف. أو في النيوكليير كاتاركت في أوله بتنشف بس لسه العين شايف. فدي زيادة النيوكليوس. طب إمتى الكورتكس يقل عادي بقى وبتاع؟ جلوكوز كتير في الدم، أن كنترولد دايابيت، يقوم الجلوكوز داخل الكورتكس، لا يقوم ساحب معاه من بره ووتر، والوتر تخلي الكورتكس طري، طري ما معامل انكساره الأشعة كسره الأشعة أقل. يعني عشان ازود الانكسار الكلي لللينز يزود النيوكليس يقلل من مين؟ الكورتكس. قلل الكورتكس يعني ان كنترولد دايابيتس. كده بقى كده جلوكوز الى داخل العدسه يعقبه الماء. سيبك من هكس الكتاب، الكتاب بيهكس، يقول لك هو جلوكوز انسايد الكورتكس اوزموتيك بريشر هاي، اوزموتيك بريشر سترونج. يا عم الهج فكك، بس اوعى تكتب في الامتحان جلوكوز الى داخل العدسه يعقبه الايه؟ الماء، اللي هيعقب ذلك الصفر على طول. طب تمام، احتمال الفرضي فرضي فرضي هو لو اللينس في مكانها الصوره فين؟ اللينس في مكانها الصوره عرض، لو اللينس طلعت قدام تبقى، يبقى لو حصل فورورد ديسبليسمنت لللينس يعمل مايوبيا. يبقى ليه في مايوبيا؟ يا اكزيال، ومين النوت كومن كوز؟ اكزيال. اكزيال يا ريفراكتيف، والريفراكتيف يا كيرفيتشر يا اندكس، يا اما فورورد ديسبليسمنت. هشام ده هيساعدني، هشام سلطان بعد ما نام هيساعدني شويه. يلا وهشام ادريس هيساعدني. بسم الله الرحمن الرحيم. عيان المايوبيا سيمتوم الفار فيجن نو عيان المايوبيا الفار فيجن ديستنكت واضح ولا انديستنكت غير واضح؟ انديستنكت. ويعتاد مرضى المايوبيا من غير النظاره انهم يعملوا كده، يزر على عين مكتوبه كله مكتوب، يلا يزر على عين. تقول القاعده الفيزيائيه ان الاشعه التي تمر بمركز العدسه تمر دون ان تعاني اي انكسار، هكذا تقول. محاولته دي ان هو يحول البلبيبرال فيشر انتو سليت، حته ضيقه جدا، بحيث حزمه الاشعه هي اللي تبقى داخله بس منين؟ من النص. فيمكن تتحسن شويه وتنظبط على الريتم، تبقى ما داخله من المركز. بس ده برضو ايه؟ ما كانش العذر ولا باع النير. النير يا حسام حلو جدا، بس بعد ما يقعد شويه في النير يذاكر بيحس بديسكومفورت، صداع. ولو قعد يذاكر اكتر في النير من غير النضاره هيحول. اترك ما بيديك واديني دماغك لمده دقيقه. ايه الحول ده يا عم؟ حول ده الفصل الجاي. حول ده شكلين اساسي كتير من الكتاب ولا تكتبي حاجه. حول ده اشي ابرن واشي ترو. ابرن يعني سوم، يعني اقول للواد ده معلش يعني انت شكلك احول تعال ما نكشف. يقول لي والله ما معيش. يقول لي طب خلاص تعالى انا هسلفه الفلوس ونروح نكشف. يروح للدكتور والدكتور يقول له اقسم بالله ما عندك حق، ده انت بيتهيأ لك والناس بيتهيأ لها. يبقى ده حول حقيقي ولا كاذب؟ ده كاذب. وعنده حاجات يعني ده حاول ولا طلع مره اللعبه اصلا؟ حاول؟ مره اللعبه ده قبره كاذب او سود. طب الحقيقي؟ الحقيقي جدع، الحقيقي يا ليتن يا مانيفست. مانيفست ظاهر وليتن كان ظاهر. ظاهر ده سهل جدا. العيان وهو رايح العياده، العيال في الشارع مشخصات ومكتوب يا احوال، فده ما يعني ده خلاص. المشكلة في الليتر كامن. طول ما المخ مسيطر، طول ما العين مظبوطة، طول ما يسرح، طول ما يحول. الراجل قاعد يذاكر عنده نظارة عشان عنده مايوبيا وبيذاكر، بعدين ما بيلبسش النظارة، فبعدين سرح في المزة، هوب عينه حول. هم بيدرسوا سندوتشات على انه قاعد يذاكر ولا
هو نادي معتدي بيعتقد خطا ان امه حست هو بيفكر في ايه. اول ما يتنبه هنبدا تاني التسجيل. اول ما يتنبه هوب عينه انظبط يروح مع اصحابه في اي حته يسرح برضه في الاخر مغلبات واخد بالك ازاي يحول اصحابه له ولا يلعب كده داخل عليك يا دكتوره نسرين عينيه مظبوطه تقول له تشتكي من ايه يقول لك بحول طب الدليل قالوا له الدليل قالوا له وانت الدليل عنده رغبه في الانحراف والله ما بهزر والله ما بهزر لسه فصل سكوين ده في الدنيا رغبه في الانحراف نفسه يحول والواحد رغبته يعني حد مين اللي محزم الرغبه اول ما يسرح او يجهد تنحرف العين ده لما نيجي نتكلم عليها نقول عليها فوريا يعني حب او رغبه لو الرغبه لجوه يعني نفسه يحول لجوه تبقى ايزو لو نفسه لبره تبقى اكزو اكسترنال ايزو نوزو ايوه ايزو نوزو يعني ناحيه النوز اشطب الهبل ارجع تاني لا برن ده ولا لك دعوه بيه طيب الواد ده هيدخلنا في الفصل الجاي كله بيحلى المسلسلات كله عايز يدمرنا نفسيا كان يا فراج يا غالي عليا حاجه اسمها ايبي كانس حته الجلد زياد وكانت العين هنا اهو كل اللي يبص له يقول له عينك محويل للجوه هو عنده حاجه ما عندوش حاجه قطع الكشف ودفع وتمام يا عم بنخرجه بدون حاجه بعد ما الام تيجي تجيب الولد ونقول لها ما عندوش حاجه تطلع وترجع تاني بعد ما تطلع من الباب يعني انت مش هتكتب له حاجه لا مش هكتب تطلع وين ترجع تاني يعني مفيش قطره لا مفيش قطره تطلع وترجع تاني يعني ما عندوش حول نطلع طب هات الفلوس والله العظيم والله انت ما عندوش حاجه وانت ما عندوش حاجه انا ضمنتك انا ما لكش دعوه نرجع لرجوعنا بقى بسم الله الرحمن الرحيم طب انا عندي مايوه ومش عايز البس النظاره بقرا واما باجي اقرا اذ حظي كويس ان الصوره في الفار بوينت والفار بوينت وريتها انا لما بقرا محمد جلال محمد مش محتاج اكوموديشن لكن للاسف بعمل كان في اتنين اصحاب ماشيين مع بعض اكوموديشن واه دلوقتي الاكوموديشن ما حصلش لكن مين حصل هناك رغبه عارمه ان كونفيرجنس يقل عشان يبقى زي وكونفيرجنس يعني العين بتروح لما يقل الكونفيرجنس يعني العين تروح لبره الراجل ده لو جاله كده كتير هيخش في اكزوفوريا يعني لما يسرح عينه تروح بره ولو ساب نفسه يخش في مانيفست ذا سكوين مانيفست اكسترنال سكوين مانيفست دايفرجنت سكوين لبره واخد بالك ازاي الدنيا ماشيه ازاي يبقى معنى كده الفار فيجن ان ديستنت والنير ديسكم هو المخ راضي بالعلاقه دلوقتي ولا اختلت بالنسبه له يعني المخ راضي بالاكوميشن ما حصلش كونفرجنس يحصل ولا هيتعب المخ مش قانع كده الامبلسز اللي رايحه له بتقول ان الكلام ده مش مظبوط وعشان كده اول ما يسرح يحوله لفين لبره ماشي مش عارف بعد الحصه الناس تيجي تقول لي انا عندي موهبه ما البسش النظاره انت لو درجتك نص درجه ثلاث اربع درجه مش عارف ايه تظهر ايه ده لكن لو بتتكلم في 2 3 2 ونص لا اتحول يا مين او اتحول والله ما بهزرش ومش هنقدر نذاكره كتير وتجيبوا جيد ليه عشان كده كل لابسين نظاره دول بتوع الامتيازات على طول اي حد مش لابس نظاره زي الناس دي جيد اهو جيد لابس يا عم طيب يا يبقى لابس عدسه او عامل ليزر مفيش اي مشكله طيب لابس عدسه طيب في شويه سيمتومز ثانيه يا ربنا عشان ما كانش حد يعني
هو البني ادم الطبيعي بيعمل اكوموديشن عشان بس النير هو مش اكوموديشن قشطه فدلوقتي المفروض الاكوموديشن والكونفرجنس ياخدوها بعض مثلا لان مفيش اكوموديشن فمفيش كونفرجنس فالعيال بتحطط على بره فاهمني العكس يعني بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم هو بسم الله هو بيجيبها بالعافيه من جوه بس بتاع الميوبيا لما يقرا من غير النضاره هو بيحصل له كونفرجن صح لكن لما يسرح هل الكونفرجنس ده جاي على هواه جاي على هوا مخه يبقى لما بيسرح يحصل له ايه دايفرجنس صعبه دي رغبته ايه لو سايبه ما في ناس ماشيه كويس وعدل عشان ابوها وراه والله ما بهزر لو سبته على حقيقته انحراف مرة يسوق هينحرف يعني لو سايبه على مزاجه هينحرف للخير ولا للداخل للخير لان مين زاد كونفرجن سايب مين تحت في رغبه ان ده ينزل في سيمتومز ما بتحصلش غير في الهاي اللي هو ايه عشان هو عمال يجبرها تشتغل عكس طبيعتها كل ما يجبرها اكتر كل ما رغبتها تزيد اكتر تبالك ما هي عمليه بقى ايه عندي. عمليه اصبحت كده عناد خد بالك ان كل عضله قصادها عضله فاللي بتشد جوه اللي بره نفسها تشد بره بقى عمليه عناد داخل وعمليه عناد مع بعض هو مش من مره ولا من اتنين يعني انا مش هحول من مره قرايه ولا اتنين الدكتور عامل لي نظاره وبقى لي 7 سنين بذاكر من غير النظاره خلاص احول لي بقى تلحق الجهاز مجمل انا مالي بالك ازاي لكن مش من مره ولا اتنين في سيمتومز يا اخ احمد ما بتحصلش غير في الماليجنم هنفهمها اكتر الحصه الجايه ان شاء الله الماليجنم ده عينه بتتشد فالريتنا بتتقطع بيحصل له فيلد ديفكت عشان الريتنا تقطعها ايزر سنترال او ايزر سنترال او بريفرال عادي ولو البريفر يتقطع قوي والريتنا تعبت قوي بريفرال نايت بلايندنس ولما بيتشد عينيه الفيترس بيبقى ليكويفايد يشوف ماسكا كانسل يشوف ماسكا بوليتانتس ماسكا بوليتانتس صح كده وكل ما يتشد ما العين بتكبر وكل ما يتشد على الريتنا ما بتفهمش اللي يلمسها تنور واللي يشد عليها تنور فيشوف العيان فوتوبسيا نور ووميض وبرق في عينه الكلام ده في الدكتور ابدا 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 الكلام ده في الناس المالجنة في قعر الكوبايه ساينز يا زكريا افحص الناس اللي زي الدكتور هل انا عيني هنا لما تفحصك لها دي حاجه غريبه هلا نورمال درجه بسيطه لكن لو واحد مالجنا كل حاجه عنده ساعات لما تبص لهم تعتقد ان عينيهم جاحظه اسمع بس خالص اسمع ساعات لما تبص لهم تعتقد ان عينيهم جاحظه هي مش جاحظه هي كبد فالكورنيا لارج والانديرو تشيمبر ديب بالبيوبل واير على النعمه وانا بشرح البيوبل قلت ان البيوبل عند الناس دول فيها مدريز وكنت بتعب عشان افهمها لك قلت لما العين كلها تكبر الايرس تبقى كبيره والخرم اللي فيها يبقى كبير يبقى شكلا عنده ايه مدريز هو ما عندوش مدريز ولا حاجه هو خلقته كده بس هو شكلا عنده مدريز ولما تتشد على العين يا صفوه السكليره تبقى بلو ما هو لما تتشد على السكليره تبقى سين سكليره شوينج الاندرلاين كرويدال فين احد اسباب البلو سكليره كان في حاجه اسمها شيبس الاتش كانت هاي مايوبيا ماذا عن الفندس؟ هات الفندس فندس بيكتشر الحصه الجايه ان شاء الله جد الحصه الجايه الفندس خلاص الحصه الجايه استنى عشان اوريكم صورتين انتوا محتاجينهم مش انا اللي محتاجهم اوريكم صورتين لوزان في شويه خيالات علميه لازم تطلعوها من دماغك اسمعني بقى معلومه للزمن يقول لك اللي بيتفرج على التلفزيون كتير عينه بتضعف واللي بيلعب كمبيوتر عينه بتضعف كلام ابويا الكمبيوتر بيطلع اشعه ضاره مش عارف ايه واللي بيذاكر كتير عينه بتضعف في الزباله كله ده فدي كله ساعات ده عنده ايه
ده ممر، ممر في مطار، ممر في مطار، والناس ماشية في الممر شايف القريبين ومش شايف عنده ايه ده؟ عسل عسل ده اسمه سيميوليشن، يعني عشان لو حد نظره قوي يعرف اللي نظره القريب يشوف ايه. طبعا كلكم نظركم ايه قوي. دول على البحر اهو، ده طفل قريب مش شايف، البعاد شايفهم بس مش قوي، بس شايفهم طفله ماشي. طب خلاص يبقى ده ايه؟ هايبر ميكرو طول نظر. على فكره هنعرف ان طول النظر دي كلمه غلط الحصه الجايه ان شاء الله. على فكره طول النظر ده في الاول بيشوف البعيد، وبعد شويه لا بيشوف البعيد ولا بيشوف القريب. انا عارف ده الحصه الجايه. بوشي بوشي عيب يا انت، هو يا لعيب اتسيحت لكل زمايلكم كده. انت بتلبس نظاره ده عنده استجماتيزم. بص هو شايف كل حاجه الصراحه، بس شايفها كلها مشوشره الحمد لله يعني. الحمد لله يعني هو شايف كل حاجه بصراحه يعني، والشجر جميل وكلها، بس ايه في ناس مفروض دي ناس عندها دي وعيل بيلعب بالعافيه، بس كله مشوشر زي ما انت شايف. استجماتيزم الصوره بتبقى مشوشره. ايه افتح النور، عايز اقول لكم على نصيحه والله اخويه جدا، اخويه جدا، اسمعيني الاخر بس والله العظيم دي نصيحه من القلب. الفصلين دول يا احمد مش هينفع تسمعهم وتطلع ما تذاكرهمش. اولا هم مفهومين جدا. احكي لك حكايه جميله جدا. انا الواد اخو مراتي دلوقتي في 6 طب 6 اكتوبر، من سنتين كان في رابعه. طبعا ما كنت بديله درس خصوصي ده، يعني يجي لي قبل ما انام اشرح له لازم كده، او يجي لي قبل ما اكون عايز اتغدى اشرح له. ماشي ما اقدرش اقول لا. شرحنا مثلا الميوبيا دي والله العظيم فهمها كويس جدا. ثاني يوم ذاكرتها محمد، لا بعد اسبوع قال لي معلش اشرحها لي ثاني. شرحتها له يا محمد ذاكرتها؟ لا. قبل الامتحان شرحتها له، جت في الامتحان ما حلهاش خالص. ليه يا محمد؟ انا اصلا كل مره بنزل فاهم قوي فبستخسر اذاكر. اوعى تفتكر ان الفهم هيخليك تحل حاجه، الفهم يخليك تستمتع وتبقى الدنيا لذيذه. ذاكر، لكن لو ما ذاكرتش الفصول دي كمان 3 اسابيع هتبقى عندك تابو. عارف يعني ايه تابو؟ تابو وهم اسمه الايرون والسكويد، مع انهم الات فصلين واحسن فصلين انا بشرحهم. اللهم اني بلغت، اللهم فشل.